أمس قامت عصابة من عصابات النظام بمهاجمة الشهيد في سيارته قرب منزله، وأطلقوا عليه 27 رصاص على السيارة، أصاب عدد منها منطقة الرأس والعنق، وفارق الشهيد الحياة على الفور. لكن ما سبق ذلك كان هناك تهديدات يومية تتلقاها العائلة والوالدة أيضا عبر الهاتف وبزيارات لرجال الأمن يوميا، بأنه ما لم يتوقف ابنكم عن معارضة النظام والتحدث ضده وممارسة العمل المعارض فسيتم الانتقام من الأبناء، يعني من أبناء من الإخوة. كيف كان يمارس محمود رمضان سيد أحمد صباحا؟ نعم، كيف كان يمارس محمود رمضان نشاطه المعارض كما تقول؟ كان ينتمي إلى المعارضة السورية؟ يعني لم يكن هو حقيقة يمارس أي نشاط معارض علني، لكن العائلة بحكم يعني المطاردة الواسعة هي تعاني من أكثر من 30 سنة من تضييقات كاملة ولا زالت حتى الآن. أغلب العائلة ممنوعة من السفر، وأحيانا يسمح لها بأذون مشددة جدا. أغلب العائلة ممنوعة من السفر وأحيانا يسمح لها بأذون مشددة جدا. هناك دائما ضغوط أمنية على الأسرة، وأنا الآن أحمل النظام أي مسؤولية أو أي حدث يحدث لي أي فرد من أفراد العائلة الآن، لأن هناك تهديدات ما زالت تصل إلى الإخوان والوالدة والإخوة. يا صناع الفتن حلوا عنا الوطن، حلوا عنا بدنا نعيش محن. يا صناع الفتن حلوا عن الوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكفينا محن. ليش من الوحدي بتخاف؟ ليش من الوحدي بترتاب؟ رح تنكشفوا رح تنشاو كل العالم منكم تابوا. ليش من الوحدي بتخاف؟ ليش من الوحدي بترتاب؟ رح تنكشفوا رح تنشاو كل العالم منكم تابوا. يا صناع الفتن حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكفينا محن. بلادي باعتكم من العشاب محرقكم، عم تبيعوا بدم الناس بعدين واخرها معكم. مين العبلادي باعتكم من العشاب محرقكم، عم تبيعوا بدم الناس بعدين واخرها معكم. يا صناع الفتن خلوا عن هالوطن، خلوا عنا بدنا نعيش بكفينا محن. من العشاب محرقكم، عم تبيعوا بدم الناس بعدين واخرها معكم. مين العبلادي باعتكم من العشاب محرقكم، عم تبيعوا بدم الناس بعدين واخرها معكم. يا صناع الفتن حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكفينا.